السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين. انا المرة دي اتأخرت بس ما اتأخرتش قوي، هما بس 3 ايام بس. يعني هو بنحاول يعني ان احنا ننزل لكم فيديوهات كتير وربنا يسهل بإذن الله. فيلا ندخل على الفيديو، بس قبل ما ندخل ما ننساش طبعا نصلي على النبي ونذكر الله ونقول لا إله إلا الله، وبعدين نقوم داخلين على الفيديو وإن شاء الله يعجبكم. هيا بنا على الفيديو. هيا يا لو كان يولو ليام ويولي عشقنا كيما كان كيما كان، وتولي ديك المحبة أنا وانتي نعيشو في رحب. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين. فيديو النهاردة هو فيديو كل الناس اتكلمت عنه، او كل الناس بتتكلم اصلا عن انواع الفيديوهات ديت، اللي هي بتاعت ايه، اللي بتاع القنوات الكبيرة لما بيلاقوا خلاص مشاهداتهم بتقل بيعملوا اي حاجة عشان مشاهداتهم تاني تزيد. ما يهمهمش بقى الحاجة ديت ايه، كويسة مش كويسة، مسلسلات يعملوها على الناس فاكرين انهم بيضحكوا على الناس كده، او بيضحكوا على الناس اللي عندهم او حاجة. لا، فالحوار كله عبارة عن ايه، في الاونة الاخيرة كده من كام شهر كده كنت اتكلمت عن فيديو بتاع واحد طلق مراته على السوشيال ميديا. هي عملت فيديو على التيك توك وقلعت الدبلة، وكان قبلها برضو في ناس عملوا كده، واللي راحت اتجوزت عملت فيسيشن مع كلب وتقول ان هو جوزها، حوارات كتيرة. فمن قامت كام يوم كده، من قامت كام اسبوع كده، جه مسلسل جديد. المسلسل الجديد بقى عبارة عن ايه، عن زوج وزوجة يوتيوبر ويوتيوبرية. يوتيوب حلوة، يوتيوبرية دي صح حلوة. المهم عملهم ايه، فطبعا لقوا المشاهدات بتاعتهم طبعا بدأت تقل، ما بقتش بالملايين زي ما كانت، او ما بقتش مثلا بالقلوب زي ما كانت كتيرة. فيعملوا ايه، يعملوا قعدوا الاتنين كده مع بعض، نعمل ايه يا بت، نعمل ايه يا ولا، نعمل ايه يا بت، نعمل ايه يا ولا، ايه رأيك لو نعمل حوار كده فيك، نضحك مسلسل نضحك بيه على الناس والناس هتصدقنا، احنا هم عارفين ان احنا ما بنعملش مقالب ولا حاجات فيك زي كده. فعملهم ايه، دخلهم طرف تالت معاهم، دخلهم واحدة معاهم. الواحدة دي بتعمل ايه، ما على التيك توك، هيكونوا جابوها طبعا من التيك توك، ما هم كلهم مشاهير اصلا عن طريق التيك توك واليوتيوب وكل حاجة، يعرفوا بعض عن طريق عن الطرق دي طبعا. فيعملوا ايه، يعملوا ايه، قاموا متواصلين معاها. ده حسب استنتاجاتي يعني، ما حدش قال الحوار ده ولا اي حاجه، انا بستنتج ده على فكره يعني، ما حدش قال والله ولا سمعت اي حاجه، حسب الاستنتاجات بتاعتي. فعم عملهم ايه، اتفقوا معاها قال لها شوفي احنا هنعمل على المتابعين بتوعنا حوار فيك. هي حياتهم كلها حوارات اصلا يعني، حوارات مقالب مفقوسه، يعملوا مقلب ويفهموا الناس ان هم مش عارفين، ويقعدوا يحفوا والله ما حد يعرف والله مش عارف، هم كلهم اصلا فاسين اساسا الموضوع دوت، والمقالب كلها معروفه. فالمهم تتواصل معاهم وتبعت رساله على الواتساب ليه، هو اساس بقى ان هي ايه بقى، هم بقى يعني هيتجوزهم، وبعتها له بقى يعني. سبحان الله سبحان الله، يعني انا مش فاهم، سبحان الله. مراته قامت من على السرير من غير ما تغسل وشها كده ولا اي حاجه، سبحان الله. القلب بقى، القلب سبحان الله، قامت فتحت اللابتوب لقت فيه مسج على الواتساب عنده اوديو. فتعمل ايه كزوجه، طبعا لازم طبعا تفتحها وتشوف فيها ايه. فالمدام فتحت الرساله لقته اوديو فويس، طب تعمل ايه، تسمعه ما تسمعوش، طبعا حركات ستات طبعا يعني متجوزين انتوا عارفين. فقامت فاتحه الاوديو الفويس، قامت فاتحه. طيب فسمعت واحده بتقول له جوزها ايه بقى، بتقول له انا مستناك بقى عشان ننزل نجيب الفستان وحوارات من دي، يعني الحوارات الفيك دي اللي احنا عارفينها. فتقوم هي عامله ايه، تقوم منديها له طبعا بدون ذكر اسماء، اصلا الفيديو اصلا معروف بيتكلم عن مين، معروف اصلا. فقام الدنيا دي هاله، فقام داخل قال طب كويس والله الكمبيوتر شغال عندي شغل كتير.
طب يعني انت مستني ما تدخل والكمبيوتر عندك فيه شغل كتير وعندك شغل كتير وما صدقت الكمبيوتر شغال، فقعد يشتغل على الكمبيوتر. قامت هي بقى الذكية الناصحة عاملة ايه بقى؟ يا بنت تعلمي انت وهي منها، تعلموا منها من أبلة، ولا بلاش اذكر اسماء عشان انا سمعت ان هما بيزعلوا. فهي بتعمل ايه؟ قامت جاية فاتحة له الاوديو او الفويس، يعني فاتحة له الفويس ومسمعه له. اما هو جاي متفاجئ، ايه ده احنا اصحاب؟ هو يا اصحاب يا اسطى انت متجوز على فكرة حضرتك؟ يعني يا اصحاب، يعني في حاجة اسمها اصحاب كده عادي؟ المهم فقامت مع المشكلة. والحاجة اللي بجد تتعرف ان ده فعلا مش مقلب فيك خالص، انه مش فيك، انها بتصور اللحظات دي كلها وقاعدة على الكرسي لما اداها ظهره بتضحك. يا سلام، ونعم الناس، واقسم بالله ونعم الناس. يا سلام، يعني شايفة جوزك يعرف واحدة وتتفق معاه ان هما هينزلوا يشتروا فستان. ومن هنا بقى بدأ المسلسل ده، الحلقة الأولى. الحلقة التانية خلاص بقى، يعني في الحلقة الأولى خلاص بقى انتهت على انه ساب لها البيت وعمل مشكلة ومشي خلاص من البيت وكل حاجة. ففي الحلقة التانية بقى طلع في فيديو على اليوتيوب، طبعا يعني كلها حوارات اصلا فيك اساسا معروفة يعني. فطلع على فيديو في على في هو في السيارة على اليوتيوب يشرح بقى ايه، قعد يقول كلام كتير، انت مش عارفة، وانت وحوارات كتيرة طبعا، يعني مفيش داعي اصلا الواحد يحكيها لان معروف اصلا انه مسلسل. لقوا مشاهداتهم بتقل، فطبعا عملوا اي حاجة عشان مشاهداتهم تزيد. فالحلقة التانية خلاص خلصت لما هو في السيارة وقعد يتكلم ويقول وحوارات كتيرة. فالحلقة التانية خلاص خلصت على كده. نيجي للحلقة التالتة. الحلقة التالتة بقى اللي فيها راح للبنت بقى عشان يتقدم لها خلاص بقى، يلبسوا الدبل بقى والشبكة بقى والحاجات دي كلها. فأنا مش فاهم، انتم مثلا بتقدموا محتوى المفروض تقدموا محتوى يكون كويس، يعني انتم قدمت في اي محتوى مثلا بتاع مقالب، فيديوهات مثلا كانت كويسة، الحاجات دي. هو اي واحد، اي حد يبقى مثلا مشاهداته تقل، يعمل اي حوار سواء كان متجوز او مش متجوز، وبالذات المتجوزين على فكرة. يعني انا اهوت ما بعملش حوارات ولا بعمل اي حاجة علشان ايه؟ الم مشاهدات. وغيري كتير، اعرف ناس كتيرة جدا مش كده، يعني مشاهداتنا بتقل، بنحاول نشوف ايه المشكلة في ايه، او ايه الحاجة اللي بنخليها مشاهداتنا تقل ونحاول نعالجها، مش نعمل حوارات فيك وكدب ونضحك على الناس. فانا عايز اعرف ايه حكاية المسلسلات دي اللي بيعملوها لنا؟ هو كل واحد متجوز ولقى مشاهداته بتقل ولقى نفسه خلاص ما بقاش معروف زي الاول ولا مشهور ولا اي حاجة، خلاص بقى هيعمل اي حاجة عشان يجيب منها مشاهدات. واهم حاجة، اهم حاجة عندهم، اهم حاجة الارباح، الفلوس تزيد، دي اهم حاجة عندهم، ان ارباحهم تبقى تزيد، مشاهداتهم تزيد، وهما الاتنين بيكملوا بعض اصلا. مشاهدات تزيد، ارباح تزيد، مشتركين تزيد، تعليقات تزيد، كل الحاجات دي هتزيد طبعا، فهيكبروا تاني وهيرجعوا تاني زي الاول طب في يا جماعة، ما انتم ممكن تقدموا محتوى يليق بيكم بدل الحوارات الفيك ديت، ويطلعكم تاني وتوصلوا كل حاجة. انا الحاجة دي يا جماعة اللي عايز استغرب، اللي انا مستغرب لها، ليه الناس بقت بتعمل كده؟ ليه الناس ما بقتش مثلا بتحاول تقدم محتوى زي ما كانت بتقدم في الاول؟ يعني مثلا الناس كانت بتقدم في الاول مثلا محتويات كويسة، ليه لما لقت المحتوى الكويس ده ما بقاش مثلا يجيب مشاهدات زي الاول، بقوا بيقدموا محتويات متكررة؟ في غيرهم عملها كتير، يعني في حاجات بتتعمل الناس عملتها كتير، ليه الناس ما تحاولش تعمل حاجة جديدة تبقى هي مثلا اللي اخترعتها، او حاجة مثلا هي اللي عملتها؟ يعني انا بلاحظ ان كل اليوتيوبرز بيعملوا نفس حاجات بعض، يعني نفس المحتويات هي مفيش اي اختلاف خالص. يعني حتى اللي كان بيعمل محتوى مختلف بقى بيعمل دلوقتي زي كل الناس، بقت كل الناس بتعمل زيه، او بقى كلهم بيعملوا زي بعض. المهم بقى كله بيعمل زي بعضه، بيقلد بعضه. طب ليه يا جماعة ما تحاولوا تعملوا محتوى بحيث يبقى مختلف، بحيث لما الناس تشوفه لا المحتوى ده مختلف، لا يبقى فيه مشاهدات، يبقى فيه مثلا شير كتير، يبقى فيه مثلا لايكات كتيرة، فيه اشتراكات كتيرة. فليه ما بنحاولش نعمل محتوى يختلف عن الناس؟
ما نعملش محتوى يبقى مثلا زي مثلا 1,000,000 واحد عملوا قبل كده. ليه ما بنحاولش نخترع مثلا احنا حاجة نعملها احنا بنفسنا، يعني فيديو او محتوى او حاجة نعملها احنا بنفسنا؟ ليه كل، يعني انا بلاحظ ان كل الفيديوهات مقلدين بعض فيها، كل اليوتيوبرز مقلدين بعض فيها. زي مثلا في قناة انا بقيت بكره اشوفها، والله العظيم بقيت بكره اشوفها، عملوا من محتوى 40,000 جزء، اللي تقدر تاكله هتاخد تمنه. 500,000 قناة متجوزين عملوها، متجوزين عملوه، مش متجوزين عملوه، بقى محتوى مكرر يعتبر كتير، كل الناس بقت بتعمله. اللي يفرق بقى ان هما بقى يعملوا مثلا اكبر ترابيزة مش عارف محشي، اكبر سندوتشات. مش يا جماعة لازم تختاروا محتوى يختلف شوية عن الناس، ميبقاش محتوى مكرر. ده محتوى مكرر اللي هيفرق الشخصيات بس الناس اللي بتعمله، لا حاولوا تعملوا حاجة مختلفة. يعني الواحد لازم يفكر يشوف ايه الحاجة المختلفة في عن الناس كلها يعملها، حاجة لو حتى حاجة مثلا طايشة، حاجة مجنونة، بس لازم يختلف عن الناس كلها، ما يعملش محتوى زي كل الناس، لازم حاجة مختلفة ولازم. فانا كده ابقى خلصت الفيديو بتاعي، بس ليا نصيحة، فياريت لو اي حد يشوف الفيديو بتاعي اول مرة ياريت ومعجبوش الفيديو، ياريت يحاول يشوف فيديوهاتي، وان شاء الله ان شاء الله هتعجبه. وانا قلت باذن الله اللي جاي هيبقى احسن باذن الله، بس شوية بس كده اضبط امور واضبط حاجات، وهتشوف الفيديوهات اللي هحقق باذن الله. يا رب اكون خفيف عليكم، ما اكونش غلست عليكم، او ما اكونش مثلا تقيل عليكم. وبتمنى لكل التوفيق، وبتمنى لكم السعادة والتوفيق في كل حاجة، والنجاح والاستمرارية، وان انتم تستمروا عشان تحققوا اللي انتم عايزينه. بس بقول لكم باي باي.